ده أمير مواطن سويدي فلسطيني الأصل. نادي والله عالدبكة. بس عنده شوية مشاكل. بص، هو المصريين دمهم خفيف ولذيذ، بس هما ما يلتزموش بالمواعيد خالص. انت لو عايز تشوف حد الساعة 7 قول له الساعة 5. وبيضحك عليه كمان. هو ده المحل اللي انت حلقت عنده؟ ايوه والله، خد منه 500 جنيه. والنهاردة انا هفهمه الدنيا ماشية ازاي في مصر. يلا بينا. مشكلتي مع امير بتبتدي من اول ما بشوفه. مش بيسلم زينا، بيسلم عكس. تعلمنا السلام المصري النهارده، خلاص مش هنعمل غلط تاني. وبعدين يا اسطى صاحبي، المفروض ان احنا لما نتقابل بنعمل مهرجان لبعض، يعني مش سلام كده، سلام الصحاب بقى، فاهم؟ اللي هو ايه يا عميلي، هوريه ايه يا زميلي، عامل ايه يا اسطى، ليك وحشه. يلا بروفر، انا مستنيك اهو. كريم حبيبي، عامل ايه يا زميلي يا اسطى؟ لا بس مش قوي برضه، انت محتاج تتعلم ايه التشكيل، تعرف ترقص شعبي. الشعبي بقى لا لا كده، ايه انت كده في الديسكو كده يا زميلي. بص بص، هروح ارقص ارقص معاه، هنركب مزيك، هنركب مزيك. يلا بص بقى يا معلم، فكك من ايه، منيح وطيب ومش احنا هنا بنقول جامد فشخ. جامد فاشل. اي حاجه خد رايك فيها تقول لي جا، حتى لو وحش. يعني استنى، ايه رايك في البطه دي؟ الله، دي جامده فشخ. انت كده اتعلمت. بص يا معلم، احنا دلوقتي ماشيين لقينا تمثال. تمثال يعني صور روشه، لازم اي حته بتشوفها لازم تصور فيها صور روشه. لازم. يلا بينا. يلا بينا. وأمير مشكلته بيحترم قواعد المرور ومش واخد على ماشي في نص الطريق، وكل شويه بيشدني عشان نمشي على الرصيف، والحركه دي بتضايقني. انت خنقتني بحوار الرصيف ومش الرصيف. احنا هنا ولا بنقعد نمشي في رصيف، بنمشي في نص الطريق وما بنستناش اشارات. عشان تبقى مصري اصيل لازم تعدي الطريق من غير اشاره ومن غير ما تستنى العربيه توقف لك، خلاص الطريق يقطع. جاهز؟ جاهز. يلا بينا. بص بقى معلم، احنا هنا ما بنقفش نستنى حد، احنا بنقعد على اي عربيه وكل العربيات هنا ملك الشعب. دلوقتي بقى زي ما اتفقنا نصور الصور الروشه بتاعتنا. يلا كده. يا نهار اسود. بص اليافطه دي، ده معناها كده ممنوع الوقوف قطعيا، ما تقفش ولا ثانيه واحده. تعالى بقى نصور تحكيها. ايوه يا باشا. أمير شخص غني، لا ما شاء الله غني، لا لا غني غني، وده بيبان عليه جدا وبيعرضه للسرقة والاستغلال. هو ده المحل اللي انت حلقت عنده؟ ايوه والله، خد منه 500 جنيه. اوف. وهنا كان لازم ندخل. في سكيلة مهمة عند كل المصريين لازم تتعلم، وانك ما تشتريش اي حاجة بالسعر اللي البياع قالك عليه. مثلا لو حاجه عجبتك وسالته بكام قال لك ب 100 جنيه، قول له يا 50 جنيه بس. انت هتشتغلني يا اسطى، ما هي في كل حته ب 30 و40. بجد والله. يلا بينا نجرب. بص يا معلم، انت هتخش دلوقتي اي حاجه تعجبك شاور له عليها، اقول له بكام دي، السعر اللي يقوله لك فاصل معاه النص على طول. قال لي 100، قال له 50. بالظبط كده. خش وانا مستنيك هنا، انا معاك. بغض النظر عن النظام اللي في الفيديو، بس انت المفروض لما تشوف حد ما يعرفش تساعده وما تتريقش عليه عشان ما يقعش ضحيه الاستغلال. اشوفكم الفيديو الجاي. هب هب.